من وين نبدأ؟ تفطر جنبك هالجهة الطيبة إن شاء الله تبارك الرحمن. مساء الخير يا فيصل. أهلا وسهلا. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. اللهم آمين. متعب مساء الخير. هلا ساير. هلا يا قلبي. هلا بالأصدقاء اللدودين. شلونك طال عمرك؟ طيبين؟ وش دعيت قبل الفطور؟ دعيت ان الله يردك لدروب خلاك. الله يردنا وياك وياه يردنا جميل. الله يردك الى الصواب، هذا اللي نقدر نقوله. انا في الصواب. هامي حياتك يا اخي. الله قل اللهم ردنا اليك ردا جميلا. يا رب. بس انك اخطيت والله يردك الى الصواب. الله يبقيك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مدير وإمام، ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل الله أن يزيدك من فضله. ما شاء الله باقينا ركعة. ترى باقينا ركعة يا ابو. سامي أبو تخيل الله. أبو ما يصلح تسمي إبليس المعدة. إبليس نكويه نهار وليل أبشر. هو صلى الله يجزاه خير، بس ليش ما يجي؟ ما صلى للحين يا أخوي. انا ما اعرف البوفيه المفتوح، ما اعرف اروح ادور الاكل، احب الاكل يجيني. فيني كبرياء. والله صدق يا فيصل، ترى فيني كبرياء يعني عظيم. انا بختار. يلا والله اعلمك اتكيت، يعني اقتل كبريائي. انا يا حبيبي تلبى عيونك. انا عندي كبرياء، عرفت؟ فما ابي اروح ادور الاكل، ابي الاكل هو يجيني. وساير مالك فيه انا بشوف ايش تاخذون. لازم يحسب نفسه بنفسه. الله يجزاك خير. شيل نفسك الله يجزاك خير. يلا امسك الحين هنا. حمص ما حب. امسك صحن كذا وصحن كذا. والجوال كيف امسكه؟ بمسكه انا لك. بفمي؟ انا امسكه لك. يلا امسك. يلا شيل. وش تسوي؟ صحن هذا الاول عبه حمص. حمص. اي حط لك حمص، حط لك. ايوه بس طيب. كثر ما احب والله. خلاص هو يحبك عاد. حط من ذا. من هو؟ ذا. طيب كبريائي والله. مو هاطي ما عليه. حط لك زعتر. زلطة. اي اعرفك انت مقطوع سرك في سويسرا. حط طيب. حط ال ما احب ورق عنب والله. هو يحبك يا اخوي. والله طيب. تعال هنا العلوم الطيبة. والله؟ الله يسامحه. يلا حب هذا. هذه ايش اسمها؟ هذا مكرونه بشاميل. ترى ما هو باسمها مكرونه، يسمونها معكرونه. اقول عبله هذا. ها بسرعه وراك الناس. عند ناس اتيكيت لا تقول مكرونه كذا. معكرونه. اي معكرونه. اي يلا الحين امسك الصحن بيدك اليسار. والله ما عاد ابي خلاص. افهم افهم. انا طالب خير. افهم افهم. طالب خلاص والله خلاص. طب اسمع افهم افهم. امسك يدك باليسار. امسك يدي باليسار. امسك الصحن ذا وامسك ذا. ايوه تعالنا يا ساير. والله ما عاد ابي. نزل ذا هنا. والله ما عاد ابي. راح ننزل ذا هنا. علمك الحين شلون تعلم نفسك انت. ايه كبريائي. طيب كبريائك خليه ببيتكم. هذا وش طيب؟ هذا دجاج مصقع ذا، يعني دام حميس. خلاص يا اخوي. اي ما عليك، خذ الصحن. والله ما عاد اخسر دقيقه. فيه حاجه حلوه حبها. هذا وش اسمه؟ هذا سمك بدون عظام. يلا بس خلاص شكرا يا ساير. طيب خليتني اتجرى يا ساير. خلاص خذ الدجاج ذا. ايوه كباب دجاج ادري. يلا خذ لنا الصحن ذاك. يلا يا الحين قاعد تقول نعامل واجد. نعامل واجد. قول افطر معي يا ابو ناصر. ناخذ صحن معاه وهو ياكل معه. هو الرجل العصير لونه مولع علشان يصير بيننا عيش وملح ولا عاد ما في سب يا رجال. عاد يتمرتع غير الشعار ما يمنون بعض. لا انا امنك طيب. ما عليك زول. انا وصديقي مثل عينين في راس. معنى الصداقه فيه معنى حقيقي. شاركه فرحه وضيقه على اساس وايضا يشاركني فرحي وضيقي. وضيقي اللي لا صار الوضع في وقت حساس تلقى طريقه ما يجنب طريقي. طريقي واللي شملني ها مع جمله الناس. هذا صديق الناس ما هو بصديقي. ما صديق. الله الله. الله لنا يا اللي تتقهون. كبرياء بعد ما اقدر. ابي القهوه تجيني، ما ابي اروح لها. ابروح هناك خلهم يجيبوا لي قهوه. تعال 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 لي عب قهوه. عب قهوه. رحت عب قهوه. لا مو بالدرجه. عب قهوه وطحن وسوي لك انت اسبريسو. ما اقدر والله ما اقدر. ابروح اقعد ويجيبون الكبرياء. كبرياء سكن كدل هذا. حط يا اخوي قتلت الكبرياء. هو كذا يحطونه. اي حط هذا. ثبت ثبت ثبت. اي ما ادري يدك عاود.
اوجع اوجع الله لا لا عكس 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 يا ولد هذا يبيها لعب طول عطى رجل راح ترايل عكس اقارب الساعه عطى رجل ذا يعرف من انت دقيقه يمكن كذا يمكن ثبت ثبت بروح اخذ كبرياي هذا انت بيفرك مكانه ذا الحمد لله الحمد لله صيبه خلاص بيض الله لا لا فكه من تحت تعلمتها طيب يا اخوي فيه هذا اسمه في ناس هنا يسوون قهوه لا لا انت ليش انت اقطع عنك بيع هذا زياد الشهري متى اخر الصبر متى اخر صبر زياد الشهري والله شوف ام كلثوم قالت الصبر اخر ايه ما ادري متى بينفذ هذا الصبر لكن ما اعتقد انه قريب ترى على فكره عمر يصورك يلمح يبغى يرجع اقبل اقبل تكفى انا طالبك اذا انا اللي اقبل انا طالبك انا طالبك طلبك يقول يقول سالوا مهند اقبل عمر اقبل عمر يا رجال تودد الله مو زياد تودد لك الان تودد لك اسمع انا رجال قاعد يطلبك عبد الله قال اول مهند الفيصل ماذا لو عاد معتذرا وش قال مهند الفيصل قال لا لن اعود سابني السدود والله اكبر شوف لي انا كيف اضبطك وانت وانت يا اخوي انت ربي قابلك في كل حالاتك حتى في سنابك حتى في سنابك ما يطلع التصوير عندك الا بشكل مصور يا حبيبي الله يحفظك يا حبيبي تدري هاني وش يقول؟ وش يقول؟ هاني الحين انا في التصوير اطلع اقصر مني على انا يوم شفتك ما شاء الله طويل انت ايه بس انت مشكلتك يوم تصور ظهر تصور كذا عرفت؟ طيب يلا علمني كيف اسوي لا خليك انا طبعا انا ما اعرف اصور كذا كذا بنجلين لا لا غلط غلط كيف بنجلين هذه حسب نظريه عبد الله بنجلين طيب ابو بنجلين معطنا نظريه كبيتين خطير لو بتحشه يا حبيبي يقول احيانا احس اني وانا قبالك غدير واحيانا احس اني على الدنيا ملك الله الله يا سلام يا سلام يقول طبيعي اشتاق لك واحن وافكر طبيعي واصير هادي لو اني ماني بهادي سكرت منك وانا ما ودي اسكر طيب لو ادق مره ثانيه عادي, عادي. الله هذه غزل ارحب يا معاذ شلونك عساك طيب الشياطين مربطه ولا مفكوكه مربطه ما في شيء لا منا يعطيك ولد يلا يا سلام يقول شلون جيتي اجل دليل ان الشياطين مربطه ارحب يا فيصل هلا وسهلا عطر شيله شيله يا ولد انت متاكد طيب عطر قصيده يا فيصل بيتين خلص قالت الشاي وابشر والله بس انت اوله يا حبيبي خشمك طع خلص الاذان طيب انت شيطانك ما هم مربط تعرف شيطانك ياخذ كذا ويشيل فوق يضربك فيصل شيطانك ما هم مربط ما العطر اي شيء شيء كذا لله ابشر يقول اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم لا بتذكر يقول في داخلي زحمه صراعات وحروب منها الضمير الحي وجه الشحوبي أوبي يا عين غضي طرفة القابلة توب ويا نفس عن طرد الملذات توبي توبي يالله وانا عبدك اتوب لك وانوب يا غافر الزلات تغفر ذنوبي اليا عصيتك بت خايف ومرعوب قامت تجافف المضاجع جنوبي سبحانك الخلاق ما مسك الغوب من كرتجي يالله عليم الغيوب عفوك وعافيتك ويا خير مطلوب خذني بتوفيقك ونور دروبي انت الملاذ انظلت عقول وقلوب يا كافل الرزق وساتر عيوبي يوم اسجد لوجهك وانا كل ذنوب يوم اسجد لوجهك وانا كل ذنوب عفوك وعافيتك ويا خير مطلوب خذني بتوفيقك ونور دروبي انت الملاذ انظلت عقول وقلوب يا كافل الرزق وساتر عيوبي يوم اسجد لوجهك وانا كل ذنوب اطمع بجودك يا عليم الغيوب الله اكبر صحيح هذا دليل شيطانك مربط الله يسامح اللي يصور سمعنا شيء يا معاذ من صوتك اللي يقول وشلون جيتي اشرح داش داش وشلون جيتي بأول الشهر وشلون وانت قمر 14 يا جميله قمر وله مبسم وحجانا وعيون ومن السماء ينزل لنا كل ليلة ومن السماء ينزل لنا كل ليلة الله معاد سؤال كيف قمر وينزل كل ليلة خل السؤال اسأل مدى العدواني خل السؤال ما في قمر ينزل
جاوبني الا انا يمكن جاوبني وش هو له سوى